السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع المشاهدين والمشاهدات. مرحبا بكم معنا على قناة فيلوسوفيا النجاح. هذا الفيديو يمكن اعتباره أهم فيديو بالنسبة للتلاميذ الثانوي التأهيلي مادة الفلسفة. لماذا أقول بأنه أهم فيديو؟ لأنه سنحاول من خلاله أن نشرح أهم أربع مهارات أساسية في التفكير الفلسفي، التي هي إشكال النص، أطروحة النص، ثم البنية المفاهيمية والبنية الحجاجية. مجموعة من التلاميذ يجدون صعوبات كبيرة في الاشتغال على هذه العناصر، لا بالنسبة للجذوع المشتركة، ولا بالنسبة للأولى بكالوريا، ولا بالنسبة للثانية بكالوريا. تعالوا نتعرف على كيفية الاشتغال على هذه العناصر. لنبدأ بإشكال النص. هناك من يقول إشكال النص، وهناك من يسميه بإشكالية النص. المهم، سواء سميناه بإشكال النص أو إشكالية النص، لن ندخل في هذا السجال، لأن المسألة تتطلب مجهودات وأبحاث كبيرة جدا من طرف متخصصين. نجيو احنا ما ندخلوش في السميات، نجيو لإشكال النص أو إشكالية النص. ماذا نقصد بها؟ في اللغة العربية كنديروا أسئلة النص، في الفلسفة كنديروا إشكال النص. لاحظوا معي، في العربية كنديروا أسئلة النص، في الفلسفة إشكال النص. كيف نصوغ إشكال النص؟ بطريقة سهلة وبسيطة، كما توضح ذلك شبكة تصحيح الامتحان الوطني لمادة الفلسفة، أنه من بين أهم الأشياء اللي خصني نديرها أنه يجب علي أن أتساءل عن المفاهيم الأساسية في النص. مثلا إذا خديت أنا نص كيتكلم على مفهوم الشخص، كاين مفهوم الشخص واضح وحاضر في النص بقوة، غادي نقول أولا ما الشخص، ما الشخص، لأن النص يجيبني عن سؤال ما الشخص. لنفترض أن هذا السؤال يتحدث عن قضية الإرادة، يعني علاقة الشخص بالإرادة. أقول ما الشخص وما الإرادة، وما الإرادة، هذا على سبيل المثال. هذا النص هذا اللي كيتكلم لي على الشخص والإرادة، كيتكلم على هوية الشخص. وهنا سأقول ما الشخص وما الإرادة، وعلى ماذا تتأسس، وعلى ماذا تتأسس الهوية الشخصية. الهوية الشخصية، لاحظوا معايا مزيان، ما الشخص، ما الإرادة، وعلى ماذا تتأسس الهوية الشخصية. هل تتأسس على ما هو جسمي مادي، أم على ما هو إرادي؟ على ما هو إرادي، يعني مرتبط بالإرادة. إذا لاحظوا معي الله يرضى عليكم، هذه طريقة بسيطة وسهلة من أجل الاشتغال على إشكال النص. غادي يقول ما الشخص، حتى اللي في الجذع المشترك واللي في أولى باك غادي يطبقوا نفس القضية، ما الشخص وما الإرادة، وعلى ماذا تتأسس الهوية الشخصية؟ هل تتأسس على ما هو جسمي مادي يعني جسدي، أم على ما هو إرادة؟ إذا أنا ساليت إشكال النص. نجيو لأطروحة النص. شكون قصدو بأطروحة النص؟ أطروحة النص كديروها في اللغة العربية هي الفكرة العامة للنص. كنقرا النص مزيان، كنستوعبو، وأعبر عنه بأسلوبي الخاص. هنا غادي نقول أعبر عن مضمون النص بأسلوبي الخاص، بأسلوبي الخاص. علاش شرط هذه المسألة؟ لأن مجموعة ديال التلاميذ، لا أثناء الفروض، يعني للتلاميذ ديالي وللتلاميذ ديال أساتذة آخرين في الامتحان الوطني، كنلقاو التلاميذ اش كيديروا؟ كيجي كياخذ السطر الأول من النص، السطر الثالث من النص، السطر الخامس من النص، وكيقول لك ها أطروحة النص. لا أصدقائي، هذه ماشي هي أطروحة النص. أطروحة النص يجب علي أن أعبر عن الفكرة العامة بأسلوبي الخاص، يعني أن أعبر عن مضمون النص بأسلوبي الخاص. كأن أقول مثلا، نعطيكم على سبيل المثال، يدافع النص عن أطروحة مفادها ولا مضمونها، مفادها أن، ونكمل، تلاحظوا، يدافع النص عن أطروحة مفادها أن، كنكمل المضمون ديال النص، يعني غادي نقول اختصار مضمون
النص اختصاره مضمون النص في حدود 5 أسطر، غير مسألة تقريبية فقط، يعني كنصيغ الأطروحة انطلاقا من الفكرة العامة للنص في واحد الحدود ديال 5 أسطر. من بعد ما كنسالي أطروحة النص كنجي البنية المفاهيمية. البنية المفاهيمية هي مفاهيم النص، في اللغة العربية كديروا مفاهيم النص، في الفلسفة كنديروا البنية المفاهيمية، في اللغة العربية كيفاش كديروا المفاهيم؟ كتشتغلوا على المفاهيم بهذه الطريقة. مثلا الشخص، انا غادي نعطي غير مثال من العربية، الشخص نقطتان وكتعطي التعريف، الإرادة نقطتان وكتعطي التعريف، الذاكرة نقطتان وكتعطي التعريف. لاحظوا معايا مزيان، هذه شرح المفاهيم هنا لا يشكل لنا بنية، بل شرح المفاهيم هنا هو شرح معجمي قاموسي، ونحن لا نريد أن نشرح المفاهيم شرحا معجميا قاموسيا، نريد أن نشرح المفاهيم على شكل بنية. لاحظوا معايا مزيان كيفاش غادي نديروا لها. دابا نفترضوا هادو هما المفاهيم اللي عندي، ملي نقول بنية يعني أن أحول مضمون هذه المفاهيم إلى نص. نشوفوا معايا هذا المثال هذا مزيان. عندي الشخص، غادي نقول ما غادي ندير لها عريضة لا والو، يقصد بالشخص تلك الذات، تلك الذات الواعية العاقلة، ثالث نقطة حذف، يعني مازال كنزيد نشرح، هذه الذات، هذه الذات تتميز بخاصية، على سبيل المثال تتميز بخاصية أساسية تميزها عن باقي الكائنات الأخرى. هذه الخاصية هي الإرادة، هذه الخاصية هي الإرادة. وغادي نشرح مفهوم الإرادة، بحيث ترتبط، أو لحيث ترتبط، هذا غير على سبيل المثال الإخوان، هذا غير افتراض، راه ما كنشرحش هادو، غير افتراض كيفاش كنديروا نخدموا، حيث ترتبط الإرادة بالذاكرة التي هي إذا لاحظوا كنبقى كنشرح. إذا أنا شرحت هنا مفهوم الشخص، شرحت مفهوم الإرادة، وشرحت مفهوم الذاكرة، ولكن شرح المفاهيم أنسج مجموعة من العلاقات، أنسج شبكة مترابطة بين هاته المفاهيم الثلاث. إذا لا نشتغل بهاته الطريقة، يعني عندما نتحدث عن البنية المفاهيمية نقصد بها هاته الطريقة، يعني أنجز لنقول نصا. نجي للبنية الحجاجية، نفس الشيء بالنسبة للبنية الحجاجية في اللغة العربية. هذه البنية الحجاجية هي اللي كديروا في اللغة العربية أساليب النص، غير هو كاين فرق ما بين الأساليب اللغوية والروابط المنطقية وما بين الحجج. ما غاديش نفصل معكم في هذه المسائل، أنا الهدف ديالي هو نوريكم كيفاش كنديروا ونشتغلوا فقط، أما المضامين سيزودكم بها أساتذتكم. نجيو للبنية الحجاجية. مثلا عندي، إذا خديت المقارنة وخديت المثال وخديت الحجة بالسلطة، الحجة بالسلطة، مثلا النص عندي فيه هاد الحجج ثلاثة، ما كنشتغلوش بهذه الطريقة. في العربية شنو كديروا؟ كديروا أسلوب المقارنة وكديروا ما يؤشر عنه هنا، كذلك في العربية كديروا المثال وما يؤشر عنه، الحجة بالسلطة كديروا أسلوب الحجة بالسلطة كديروا ما يؤشر عنه. هذه ما كتسماش البنية الحجاجية. كيفاش غادي ندير ردها بنية؟ غادي ندير ردها بنية بنفس الطريقة اللي درناها في البنية المفاهيمية. إذا لاحظوا غادي نحول هاد
الحجاج او الحجج الى نص او الى بنيه. ساقول على سبيل المثال بلا ما نقول وظف اسلوب المقارنه، اعتمد صاحب النص على مجموعه من الاليات الحجاجيه من بينها المقارنه، حيث قارن، انا غادي نكتب لكم الجمله كامله، اعتمد صاحب النص على مجموعه من الاليات الحجاجيه على رأسها آلية المقارنة، آلية المقارنة، حيث قارن، حيث قارن بين الإنسان والحيوان. أنا غير على سبيل المثال، أنا عطيتهم غير على سبيل المثال، هادشي راه غير كنفترضو أنا. مقدما، لاحظوا معايا مزيان، مقدما مقدما لنا مجموعة، مقدما لنا مجموعة من الأمثلة كمثال الخير والشر. إذا لاحظوا، حيث قارنا مقدما لنا مجموعة من الأمثلة. غادي نزيد نشرح، أنا كنشرح وفي هذا الصدد، وفي هذا الصدد يستشهد الفيلسوف بروني ديكارت ليؤكد على ان، وكنكمل، اذا لاحظوا معايا مزيان، في هذا الصدد يستشهد بالفيلسوف، اذا لاحظوا، ها هي حجة المقارنة، ها هي حجة المثال أو حجة الحجة بالسلطة. إذا هكذا أقوم أو هكذا أنجز البنية الحجاجية، يعني هذه الطريقة هذه خاطئة وهذه الطريقة هذه خاطئة. يعني عندما أقول البنية الحجاجية فإنني أتحدث عن نسق أو عن جملة من الحجج التي تترابط فيما بينها من أجل أن تكشف لنا أو من أجل أن تدافع لنا عن مضمون النص. إذا لا نشتغل بهذه الطريقة، بل نشتغل بهذه الطريقة على مستوى البنية الحجاجية، ثم على مستوى البنية المفاهيمية لا نشتغل بهذه الطريقة، بل نشتغل بهذه الطريقة. إذن إلى هنا أعزائي المشاهدين، أتمنى أن يكون هذا الشرح مفيدا لكم، وأن تحاولوا تطوير مستواكم من خلال التمرس بالكتابة. راه هذا الشيء اللي درت لكم راه ما غاديش يخليك تولي واعر في الفلسفة. باش تولي واعر في الفلسفه وكتقل الفلسفه خصك انت تبقى تشتغل بهذه الطريقه هذه على النصوص الفلسفيه، غادي تشد النصوص وتشتغل عليهم وتبقى تدرب شيئا فشيئا حتى تتمكن من هذه المهارات. اذا الى هنا ما بقي لي الا ان اقول لكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.